بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، خير أيام الدنيا نستقبلها قريبا بإذن الله عز وجل. ولو طلب من أحدنا أن يبين فضلها فسيكون شاهده الأول ما جاء في كتاب الله عز وجل: والفجر وليال عشر، وأن الله عز وجل أقسم بهذه الليالي فدل على فضلها ومكانتها. ولو أراد آخر أن يثني الاستشهاد لأتى بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر، أي عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. بل لو أتى ثالث لقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ولو جاء رابع لقال: علينا أن نكثر من جميع العبادات في هذه الأيام الفاضلة في ليلها ونهارها. أقول أن هذا من نعمة الله عز وجل متيسر ومعروف لدينا جميعا. لكن يأتي السؤال: كيف نستثمر أوقات الطاعات التي شرفها الله عز وجل بمزيد تشريف وفضل؟ أولا، أن نستشعر أنها نعمة أكرمنا الله بها، فهذا يحثنا على أن نتزود أكثر شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. ثانيا، أنها فرصة للزيادة من الخير والتخفف من الآثام. ثالثا، سرعة ما تفوت، فلنتأمل هذا الأمر. ابتدأت العشر، تأمل أنها بعد أيام ستنتهي كلها. الأمر الرابع، التواصي بالحق في الدعوة إليها وبالصبر في فعلها لنبتعد عن الخسار. ولنتأمل وصية الله عز وجل لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وختم الحديث أن نتذكر جميعا أن هذه الأيام والعمل في هذه الأيام يقربنا إلى مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، بل أبلغ من ذلك كله إلى لذة النظر إلى وجه الله في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن أوصى نفسه وأوصى أهل بيته وغيره وغير أهل بيته كثرت حسناته، فلنوصي أنفسنا وأهل بيتنا ومن حولنا في هذا الخير ليكثر الخير، فالدال على الخير كفاعله. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.